فضيلة الشيخ عطية، وهل الرجل المطلق عدة مثل المرأة؟ العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة، وللإحداد على زوجها إن كان متوفا عنها. والآيات كلها تتحدث عن عدة المرأة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت في العدة، كما قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنتهي العدة، جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته بالرجعة قولا أو فعلا. وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه، وإنما هي عدة المرأة. غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنتهي عدتها، لأنها في حكم الزوجة. وكذلك لو كان متزوجا ب4 نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا، لا يجوز له أن يتزوج 5 حتى تنتهي عدتها. فمنعه من الزواج في هاتين الحالتين حتى تنتهي عدة المرأة يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عدة، وليس كذلك، إنما هو انتظار منه حتى تنتهي عدة المرأة. والله أعلم.